وكاع الاستاذات والاساتذه الحاضرين معنا. المهم قبل ما نقول كلمه باسم المكتب بغيت نقول واحد الكلمه نيابه على الاساتذه اللي كان وقع لنا واحد المشكل هنا. هذا نعتبروه نقد ذاتي. كنا انسحبنا في واحد الوقيته ودرنا في واحد الوقيته اللي كانت النقابه الوطنيه للتعليم محتاجنا في واحد الوقيته ديال الانتخابات انسحبنا. كانت عندنا واحد الحسن النيه خطانا وكنتحملوا المسؤوليه في الغلط ديالنا وكنقدموا لهم اعتذار، ولكن كانت واحد التجربه استفدنا منها. كانت واحد التجربه استفدنا منها الاخوان مزيان. عرفنا شنو هي البيروقراطيه ديال النقابات، عرفنا شنو هي الباترونه ديال النقابات. هذا الشيء ما كنقولوش حيت رانا دابا في النقابه الوطنيه للتعليم، ولكن عرفنا شنو هي الباترونه بالمفهوم ديال الباترونه، عرفنا الخبث مع الناس، عرفنا شكون يكون معاك مناضل مبدئي ما عندوش مصلحه ذاتيه ماشي انتهازي. وكنرجعوا بفخر ولينا الشرف ان النقابه الوطنيه للتعليم حلت لينا البيبان بحال ما وقع والو. كنقولوها قدامهم كل احترام، وهذا الشيء كنسجلوه بفخر واعتزاز، يعني واحد الدرجه ديال ما حنا تفاجئنا بهذا الرد ديال الفعل. نهار وقع لنا مشكل حلينا نقاش مع الرفاق ديالنا في النقابه الوطنيه للتعليم، قال لك مرحبا بكم حنا مناضلين، كان تقبلوا معنا مناضلين، وهذا اعتذار باسم 36 ولا 37 واحد استاذ في اقليم الدريوش كنسحب من النقابه الوطنيه للتعليم ورجع النقابه الوطنيه للتعليم، حيث المناضل يلقى راسه في النقابه الوطنيه للتعليم، حيث فيها المبدئيين، فيها الناس شرفاء، فيها الناس شرفاء، فيها الناس كيخدموا المصالح ديال الشغيله التعليميه. هذا قوس كنتمنى يقبلوا منا الرفاق ديالنا هذا الاعتذار، وتحياتي لهم. باسم المكتب المحلي النقابه الوطنيه للتعليم فرع بن طياب، حنا على الدرب سائرون. النقابه الوطنيه للتعليم تشكلات للدفاع على مصالح الاساتذه، مصالح الشغيله التعليميه، وحنا كنتعهدوا بلي غادي نكملوا على المسار، وكنقولوا بلي الافعال هي اللي كتحكم على المناضلين ماشي غير الكلام. حنا كما كان تحملنا المسؤوليه 3 سنين هذيك في المكتب ديال بن طياب، كانت عندنا صوره مزيانه مع الاساتذه، كيعرفونا الاساتذه، كيعرفوا بلي النقابه الوطنيه للتعليم كتدافع على المصالح ديال الاساتذه، ما كتدافعش على المصالح ديالها. وكما كنقولوا هذه الهضره كنعاودوها دائما، النقابه الوطنيه للتعليم ما كتدبرش تكلفه الاساتذه، ما كتدافعش على الاساتذه اللي ما كيخدموش، ما كتدافعش على عباد الله اللي ما كيديروش الواجب ديالهم. النقابه الوطنيه للتعليم كتدافع على الحق. الا تظلمتي رحنا هنايا ورانا موجودين وضد الظلم، وغادي نستمروا على هذا العهد. باش ما نكثرش على الاخوان وباش ما نكثرش عليكم، كما كنقول النقابه الوطنيه للتعليم زعما هادشي الاساتذه ماشي كنقولوا راه معنا، فيها ناس شرفاء اساتذه، غادي نستمروا معاهم في الدرب. كما سلموا لنا المشعل السي عبد القادر مزوار كنا نتمنوا يكون معنا، سي محمد الخشين، ناس بقات قيمه ديالهم في الدريوش لحد الساعه كنذكروهم بالخير، جابوا 30 عام ولا 25 عام في النقابه، ما عمرو استفد، ما عمرو انتهز، ما عمرو طلب شي حاجه لراسو، فوق ما مشى للمديريه كيهضر على الاساتذه. كما سلمونا هذه الامانه كنتعهدوا بلي غادي نستمروا في هذا المسار، وتحياتي للسي عبد القادر مزوار والسي محمد الخشين لاول وحدين كيحلوا معنا النقاش هنا في الفرع ديال بن طياب. نهار جينا كاساتذه مفروض علينا التعاقد، وكانت في ذاك الوقيته عاقل عليها مزيان، كانت ماشي اي نقابه كتحل لك الباب، كان داك الشيء ما واضحش، ما كنا لا اساتذه لا والو، كان كل شيء خايف منا، حنا خايفين من روسنا وخايفين من كل شيء، ولكن استقبلتنا النقابه الوطنيه للتعليم، حلونا مع النقاش، دافعوا علينا، علمونا التشريع التربوي، ولونا القانون، كنفتخروا بهذا الشيء وكنسجلوا في افتخار، وكنشكروهم في هذا النهار اللي ما راهمش معنا، وهذا التجديد راه جاي في واحد النهار ديال 20 فبراير اللي تسالوا فيه دماء الشعب المغربي. تسجلوا فيه شهداء،
تسجلوا طاحوا في شهداء 2011 بهذه الاوضاع. كان هذا التاريخ حنايا اختاريناه عن وعي. كنا كنتمنوا تكون احتجاجات تكون كذا، كنا غادي نتواجدوا بطبيعه الحال، ولكن الظروف وميزان القوى في المغرب راه معروف حاليا، راه كاين تراجع. اختارينا اننا يكون عندنا هذا الشكل التنظيمي راه نضالي، كنهيكلوا روسنا باش نبقاو في العهد ديال النضال، العهد ديال المبدا، وهذا الشيء اللي كنعادوا به الاساتذه ديال بن طيب والاقليم كامل. وتحياتي للجميع وتحيه نضالي.